لو عطيناك زينب ما بقاناش الوقت بزاف، لو عطيناك توصف لنا او كلام موجه للمتحرش تقول له انت ايها المتحرش كذا وكذا وكذا. انت ايها المتحرش اش غادي نقول لك؟ انا تنرجع تنقول العقليه، يعني خصها تبدل. يلا قول له بدل العقليه ديالك. بدل العقليه الشيطان. بدل عقليتك. باش حنا نزيدو القدام، لان الا بقينا نرجعوا عاوتاني الاسباب وهذه وهذه راه ما غاديش نزيدو القدام. نعم. ها هو القانون كاين، يعني اي واحد تحرش بيا انا كنقول عليه من هنا. نعم. من هذا المنبر غنمشي نديكلاري بيك. صافي. حضر راسك كنت تسمع. لا حضر راسك المتحرش اللي يفوز بك القانون يا فلان. نعم رجاء ايها المتحرش. ايها المتحرش الو، يعني انا الكلام ديالي غنوجهه بشكل اول نوجهه للنساء، يعني يكسروا الحاجز ديال الصمت، يعني تعرض للتحرش في اماكن الاشتغال او في وسائل النقل العمومي او في مجموعه من الفضاءات، يعني حاولي انك توضعي الشكايه ديالك وراه كاين قانون تيحميك، وحنا كنتمنوا ان يعني التعديلات تكون في صالح ديال النساء، يعني هاد النواقص اللي هضرنا عليها كاينه في القانون، نتمنوا انها مستقبلا يتم التعديل ديالها. وانت ايها المتحرش احترم نفسك واعتبر ان هذوك البنات راه يعني حتى هما راه نصف المجتمع، يعني راه حنا المراه ماشي واحد الكائن ضعيف، وماشي دائما خصها تخبى انا غادا في الزنقه ونتخبى من واحد الراجل باش يحميني، يعني راه حتى هي عندها الكيان ديالها، عندها الوجود ديالها، وكنتمنى يكون احترام متبادل بحال اللي تقبيله، ونبقاو متفائلين ان غدا اجمل. ما نقولوش ان القانون جا اليوم حتى ما غيبقاش تحرش، ولكن كنتمنوا ان يكون واحد الحملات تواصليه وتحسيسيه لفائده المواطنات والمواطنين، والناس بعدا يعرفوا بوجود ديال القانون، يعرفوا راه كاين قانون 13 حمائي للعنف ضد النساء والتحرش الجنسي ضد النساء. وشكرا. شكرا لك او لك. شكرا ساره. ايها المتحرش. انا ما غاديش نضحك، نخنزر في حيت ما ضحكوا، عطاو واحد ضحكوا لي بحال راه ما يتحرش، ما كرهش دابا يتحرش ولا ضحكات ديال الموجه المتحرش. انا حيت زينه ربما كتشوف راسها قادره انها تحمي راسها. كيف تقول والله يعني. دابا حنايا محمين ما نخرجوا هاد الكلمه اللي عندي المتحرش هو انك احترم راسك، يعني ولو تحرشتي ما تمداش الحدود ديالك، يعني ما تقيسنيش، بغيتي دوي باحترام، شفتي بان باش هنا نحدو نيت هاد الخويه الصغير اللي بين التحرش والتغازل، ما تجاوبش معاك خذ طريقك. انا ما كنتش بحال عمرني ما دزت حداك، ولا كنت حداك وربما عجبتك ولا شوف انت شنو فراسك، الا ما تجاوبتش معاك نسى بحال حتى حاجه ما كانت، شد طريقك باش نتايا القانون ما يعاقبكش، وانا نمشي محميه ونحس براسي محميه في البلاد ديالي، ما نخافش نخرج للزنقه، ما نخافش، ما خصنيش ديما نبقى متقفزه من اللي مورايا اللي قدامي عندك يقيسني عندك يقول لي شي كلمه اللي غتخليني انا نقدر ندير معاه شي حوايج اللي ما باغيش نوصل لهم. واحتراما لكاع الرجال، ومن هذا المنبر كنقولها كنحترمكم بزاف، وانتم يا راه ماشي دابا غادي ماشي حتى حنا نساء هنايا وتنتكلموا على حقوق المراه وهذا التحرش اللي كاين غنقلوا من مكانتكم، انتم راه مكانتكم عاليه، ومن درناكم من هذا المكان اللي تعطاتكم عاليه خليوها عاليه، ما طيحوش براسكم، خليوا القيمه ديالكم، ديال الراجل هو الراجل اللي كيحميني ماشي الراجل اللي تخليني تنحس براسي ما محمياش.